خلاص خلصنا اللفت والرايد جربنا عليها خلاص ما عاد ينفع تجرب عليها. باقي عندنا الدوائر تغير الارنب تضغط على علامه الارنب يطلع لك هنا رابط 2 رابط 2 معناته تغير حتغير الدرجز طبعا حنختار اتروبين خلاص لما نختار اتروبين نفس الشيء نضغط على الزر هذا تختار لفت او رايت هنا نختار لفت ولاحظ العين هذه صار مدرياسس حتحسب كم تحطها في النص طبعا عشان تكون باينة أيوة يكون عندك تبدأ من هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 هنا الحد يعني تقريبا 9 أو 10 زايد أو ناقص 1 ما يفرق لكن غالبا يكون 10. لاحظ هنا الأتروبين الانترا كلينير بريشر زاد شوي انترا كلينير بريشر يزيد ليش يزيد وقف وقف